النهاردة هحكي لكم حكاية، بس مش حكاية عادية. حكاية النهاردة هتبقى عن الشخص اللي أرعب قلوب كتير قوي، واللي أثار الجدل حوالين شخصيته الغامضة، اللي كلنا عايزين نعرف حكايته الحقيقية، وهو المداح. وعشان تبقوا عارفين، 80% من القصة هكون من تأليفي الخاص، ولكن ده ما يمنعش ان المداح من اكتر القصص المرعبة اللي سمعنا عنها واللي لسه هحكي لكم عليها. بتبدأ قصتنا في ليلة ضبابية في حقل مهجور في طرف المدينة. بيظهر المداح واقف على الناصية، راجل كبير في السن لابس جلابية بيضة ووشه مليان تجاعيد وغموض. فجأة جه حسن، شاب من أهل القرية في اواخر العشرينات، بيعدي من المكان وهو راجع من الحقل، بيحس بحركة غريبة وبيشوف المداح. من بعيد بيوقف، ما كملش طريقه، مش قادر يشيل عينه من عليه. حسن بيقرر يقرب من المداح رغم الخوف اللي بيحسه. بيقرب ويسأل: انت مين وبتعمل ايه هنا في الضلمة دي؟ والمداح ساعتها بيرد عليه بصوت واطي جدا وبيقول له: انا صاحب الحكايات القديمة اللي ارعبت كل الناس، وجاي ارجع حق الناس اللي اتاخد منها زمان. حسن يحس برعشة برد مش طبيعية وبصوت خايف يسأل: حق مين؟ انت بتتكلم عن ايه؟ المداح يغمض عينيه ويبدأ يحكي بصوت مليان حزن: من زمان كان في ناس في القرية دي اتظلموا، اللعنة لسه موجودة ولابد من حد يضحي عشان يخلصها من اللي حصل لها. حسن يسأله: وإيه المطلوب مني؟ المداح يبصره بعينيه السوداوان ويقوله: إنك تسمع وتقرر. حسن يرجع بيته وهو مشغول بكلام المداح. بالليل وهو نايم بيشوف كوابيس مرعبة، قرية كلها بتحترق وكان في ناس بتصرخ. فجأة بيشوف نفسه واقف وسط النار والناس بتبصله وبتصرخ. حسن بيصحى مفزوع عرقان وقلبه بيدق بسرعة.